تماشوا مع بعض. تمام، ندخل على برج الثور. الصفة التحفظ، السلبية. التحفظ الشديد زيادة عن اللزوم، والعند برضو عنيد قوي، راسه زلطة، احس ان انا مش قادر اقنعه. اعرف ناس شخصيا برج يعني الثور بالظبط كده، برج الثور مقتنع بحاجة وهي غلط، صعب ان انا اغيرها. تمام، احنا مرتبطين، لازم ناخد وندي عشان الدنيا تمشي. ده حقيقة صح، دي بتغيب شوية في شخصية برج الثور. طب ندخل على برج الجوزاء. برج البرج الجوزاء الجوزاء ده معروف بالشخصيات المتعددة هو صح؟ شخصيتين، جوزاء يعني شخصيتين. تمام، الجوزاء تقلب المود، سرعة تقلب المود. أنا النهاردة مرتاح معاك، بكرة ما أناش مرتاح معاك. النهاردة شايف إن أنت الشخص المناسب ليا، بكرة مش شايفك المناسب ليا. طبعا دي هتتعب أي حد في حياة برج الجوزاء شهور يعني أكيد. السرطان بقى الحساسية زيادة عن اللزوم. سرطان بعد الجوزاء. بالظبط كده. الصفة السلبية اللي موجودة فيه لما بنحب حد من برج السرطان. بالظبط بقى، إن أنا ممكن أتعامل بعفوية مع برج السرطان فياخدت على إنها قلة تقدير أو تهميش. تمام، أو عدم اهتمام. ممكن بقى أنا أتهم إن هو برج نكدي، خاصة الستات. مع إن برج السرطان برج حساس جدا ما هو المشكلة وحنين، حنين بس جدا. بس زيادة عن اللزوم شوية. تمام. يعني دايما بنقول عايز أم حنينة عليك وأولادك، أنسى برج السرطان. برج من السرطان. أحن نساء الأبراج. إيه هو الأبراج المائية أصلا أبراج حنينة. بالظبط كده، صح؟ ولكن بدرجات. يعني أبراج مائية اللي هو إيه حوت وسرطان وعقرب. حوت وسرطان وعقرب، أبراج حنينة. بالظبط تمام كده. طيب الأسد بقى. وتوصف الأسد عينيا حاضر.